السلام عليكم. كان عندي وجع في رجولي، وجيت هنا للدكتور باسم واكتشف ان انا عندي المفصل اليمين فيه تآكل، والحمد لله مشكور دكتور باسم اكتشفه عن اي دكاترة تانية. قعد سنة بره وما في حد اكتشفه بصراحة، اكتشفه للدكتور باسم. مشكور املي بالعملية والحمد لله، بشكره وبشكر المستشفى على السيرفيس الموجود هنا، كله تمام الحمد لله.